لابد أن تكون على ما كان عليه السلف الصالح.
هل كان الصحابة رضوان الله عليهم يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. يتمسح به؟ لا. إذا كيف تكون محبة الصالحين؟ أن نكون على ما كان عليه السلف الصالح، لا إفراط ولا تفريط. ماذا يريد منك العالم؟ يريد منك مال؟ تدعوه للطعام والشراب؟ لا. يريد منك أن تأخذ العلم بحق، تتعلم، تعمل، تدعو لهذا العالم في ظهر الغيب، تذب عن عرضه. هذه المحبة الحقيقية للصالحين. إذا لم نشتغل بهذه المحبة الحقيقية للصالحين انتقلنا للمحبة البدعية. مثال، بعض الطلاب هدانا الله إياهم في الدرس نائم يلعب في الجوال متكئ ولا مبالي بالدرس أصلا، فعندما انتهي من الدرس يقول أين الشيخ؟ طيب ماذا حدث؟ قال أحب الشيخ والله أريد أن أقبل رأس الشيخ. كذاب، هذه ليست محبة حقيقية. هل الشيخ يريد منك أن تقبل رأسه وتمسح به؟ لا، يريد منك أن تتعلم وتعمل وتدعو وتصبر. فأخواننا، إما أن نشتغل بالمحبة الحقيقية التي كان عليه السلام، أو نشتغل بالمحبة البدعية. وقد يكون الطالب سبب في إفساد نية المعلم، صحيح والله. قد يكون الطالب سبب في إفساد نية المعلم. الآن كما يقول ابن سعدي رحمه الله، يقول والدك الحقيقي من هو؟ العالم هو والدك الحقيقي أصلا، لأن والدك من النسب يورثك المال والمال يذبح، والعالم يورثك مال، العلم والعلم لا لا يموت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من هذه الثلاث علم ينتفع به. فلا بد أن نعرف كيف نتعامل مع علماء السنة. كيف كان السلف يتعامل مع العلماء؟ كيف كان السلف يصنع في مجالس العلماء؟ كان بعضهم لا يعني يرفع صفحات الكتاب ويقلب الأوراق، يقلبها برفق حتى لا يسمع الشيخ تقليب الأوراق. فلما حضروه قالوا أنصتوا، موسى عليه الصلاة والسلام أراد أن يرافق الخضر ويأخذ منهم شيء من العلم. ماذا قال له؟ قال له ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. لماذا يقول له هذا الكلام؟ صابرا ولا أعصي لك أمرا. يقول أنا أعرف آداب طالب العلم، أصبر، اصبر على جفوة معلم فإن العلم في زفراته. اصبر على جفوة معلم، تحصل من بعض العلماء غلظ أحيانا وجفوة. قال فإن العلم في زفراته، الذي يغضب عليه ويوم
يقول لك قم واحفظ وراجع واظب على حضور الدرس، هذا هو المحب لك. صح؟ اي نعم. اما اللي يقول لك نام في الدرس ولا تحفظ ولا تراجع، هذا لا يحب. وعندنا هناك مثل يقول: من حبك دبك. اي نعم. الذي يحبك هو اللي دائما يحثك على فعل الخير وينهاك عن الشر، هذا المحب لك. فلا بد اخواني ان نعرف حقوق المعلم، لا افراط ولا تفريط. أول شيء حدث في الأرض بشبهة القلوب الصالحين، صوروا تماثيلا، عكفوا على قبورها، الغاية ما هي؟ محبة الصالحين، الوسيلة محرمة، الغاية لا تبال الوسيلة. فإذا إخواننا اليوم يعني أصبح يعني بعض الطلاب هدانا الله إياه هو الذي يتحكم في العلماء ويقول فلان عالم ولا غير عالم. من أنت؟ العالم اسمع، العالم يعرف العالم ويعرف الجاهل. نعم، لأنه كان يوم من الأيام جاهل، وهو الآن عالم ويعرف العالم ويعرف الجاهل، لكن الجاهل والطالب لا يعرف العالم لأنه لم يكن يوما ما عالم. فكيف يكون الرجوع في السؤال عن العلماء إلى الطلاب أو إلى الجهال؟ وتسمع يعني أشياء عجب، حتى أصبح هناك من يتكلم على شيخ الإسلام ابن تيمية، ويتكلم على الأئمة الأربع، ويتكلم ويتكلم ويتكلم. إشكال الله. فهذا الباب لابد أن نكون فيه وسط، لا إفراط ولا تفريط. بعد هذا من أسباب وقوع الشرك في الأمة قال التغليظ الشديد في من عبد الله، أي عند قبر رجل صالح. لا نأتي بأي شيء من العبادات عند القبور إلا الزيارة الشرعية بشروط. ما يمكن أن يصنع عند القبور شيء من العبادات، لا صلاة ولا قراءة قرآن ولا استغفار ولا غيره، إلا ما يتعلق بالزيارة الشرعية بشروطها. لأن زيارة القبور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: زيارة القبور عند أهل الإسلام تنقسم إلى ثلاثة أقسام: زيارة شرعية، وزيارة بدعية، وزيارة شركية. هذه الزيارات عند أهل الإسلام، زيارة القبور شرعية وبدعية وشركية. فالزيارة الشرعية لابد لها من شروط: أن ينوي بهذه الزيارة تذكر الدار الآخرة، أن ينوي بهذه الزيارة تذكر الدار الآخرة. زوروا القبور فإن تذكركم الآخرة.
ثاني ألا يشد إليها الرحل، يعني لا يسافر لزيارة القبور، يسافر مثلا من باريس إلى مرسيليا مثلا لزيارة القبور ما يسافر، تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، حتى غير هذه المساجد الثلاثة ما يشد إليها الرحل، فما بالك بالقبور. الشرط الثالث أن ينوي بهذه الزيارة تذكر الدار الآخرة، فإن نوى بهذه الزيارة دعاء صاحب القبر فهذه زيارة شركية، وإن نوى بهذه الزيارة دعاء الله عند القبر فهذه زيارة بدعية، وألا يأتي بما هو مخالف للشريعة. إذا ما يصنع شيء عند القبور إلا ما يتعلق بالزيارة الشرعية فقط، يقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور وينصرف. أن ينوي بهذه الزيارة تذكر الدار الآخر، أن ينوي بهذه الزيارة الدعاء له وللأموات، لا دعاء الأموات ولا دعاء الله عند الأموات، ألا يشد إليها الرحم، ألا يأتي بما هو محرم ومخالف للشريعة. هذه شروط أربعة. اختل شرط تنقسم تنتقل هذه الزيارة من شرعية إلى بدعية أو شركية. إذن من أخطر أسباب الغلو في الصالحين إما مدحاً أو قدحاً، ومن أخطر أسباب أن نجعل شيء من العبادات عند القبور غير الزيارة الشرعية بشروطها. أسباب وقوع الشرك في الأمة باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الناس انقسموا تجاه القبور إلى طرفين وسط، انقسم الناس تجاه القبور إلى طرفين وسط، قسم يعظم القبور ويبني عليها ويضع عليها الأشجار والورود والكتابات وما إلى ذلك، وقسم يمتهن القبور ويتعدى عليها إما بالنبش أو بالبناء أو كذا، قسم يعظم يرفع القبور ويبني عليها والقباب والمشاهد ويضع عليها الرايات والأعلام وما إلى ذلك. فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. حتى يعني تسمع أشياء عجب، اتفق أهل السنة والجماعة، اتفق أهل السنة والجماعة على أن للحسين رضي الله عنه رأس واحد، اتفق على السنة والجماعة على هذا والله أن للحسين رأس واحد، لكن اختلف بعض الناس
فرنسا اليوم رأس في مصر ورأس في الشام ورأس في العراق ورأس في إيران ورأس في باكستان، كم رأس للحسين؟ ما ندري. كل واحد يقول عندنا رأس الحسين، حتى لو عرفنا رأس الحسين ماذا نصنع به؟ وهؤلاء يقول عندنا قبر النبي فلان عليه الصلاة والسلام، وهذا يقول عندنا. أجمعت الأمة، أجمعت الأمة أنه لا يعلم قبر نبي من الأنبياء أبدا إلا قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أجمعت الأمة على هذا، لكن تجد من يقول عندنا قبر فلان من أنبياء الرسل عليه الصلاة والسلام، عندنا كذب. هذا افتراء بالله. حتى لو علمنا قبر نبي من الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام مخالف إجماع، نعم، لو علمنا ماذا نصنع؟ يعبد من دون الله؟ أعوذ بالله. إذا الناس تجاه قبور الصالحين طرفين وسط، يعظم ويبني عليها المشاهد والقبر ويطوف ويذبح ويحج إليها. والله بعض القبور يحج إليها أكثر مما يحج إلى بيت الله الحرام. بل أن بعضهم قال من الرافضة، قال لو تحج إلى بيت الله الحرام 70 مرة لن يقبل منك حتى تأتي قبر فلان وتحج. سبحان الله. الثاني قسم انتهنا قبور، فماذا نصنع؟ ما هو الوسط؟ أن نرفع القبر عن الأرض مقدار شبر، يرتفع القبر مقدار شبر ويسنى ويوضع عليه حجر أو حجرين فقط، لا تكتب عليه المرحوم، المرحوم الشهيد الحاج فلان ابن فلان ابن فلان. يصح؟ هل كتب هذا على قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبر احد من الصحابة يوضع عليها ورد او شيء من الاسمنت مثلا او من الرخام او من الزخارف؟ ما يمكن، حتى لا تكون ذريعة للشرك. إذا الوسط أن يسنم القبر، يرتفع مقدار شبر، يوضع عليه حجر أو حجر. هذا القبور، قبور أهل الإسلام. حتى تمر أحيانا ولا تفرق بين قبر المسلم وقبر الكافر. صحيح؟ يا اخوان، المسلم يخالف الكافر في الحياة وفي الممات. نعم والله، هذا الذي عليه السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم منه. يخالف في الحياة وفي الممات، نعم. بعد هذا جاء المؤلف بباب أن النبي عليه الصلاة والسلام أغلق هذه الطرق، أغلق كل طريق يوصل للشرك. لقد جاءكم، أي والله لقد جاء رسول من أنفسكم، أي من البشر، وتميز عنا عليه الصلاة والسلام بأنه يوحى إليه. لقد جاء رسول من أنفسكم، أي من البشر، عزيز عليه ما عنتم، أن يشق عليه كل ما يشق عليه، حريص عليكم
أي على هدايته. وهذا والله من رحمة الله بنا أن كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام موصوف بهذا الخلق العظيم، فهو عليه الصلاة والسلام باذل غاية جهده في دفع المكروه. المستفاد من قوله عزيز عليه ما علمت، وباذل غاية جهده في جلب المحبوب، المستفاد من قوله حريص عليكم أي على هدايته. فما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا وأمره، وما ترك شيئا يبعد عن الله إلا ونهى عنه. وهذا والله من رحمة الله به، فأغلق كل طريقة يوصل إلى الشرك. لكن أبى بعض الناس إلا وأن يخالف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم. نهى عن البناء على القبور، بنوا عليه. الطواف طاف، أن يوضع عليها المصابيح وضع، الرايات وضع، وغير هذا. ثم أن المؤلف رحمه الله ذكر القسم السابع على ما قسم، أي قسم؟ السابع. نعم، فتح الله عليك. قسم السابع أعمال القلوب. قلبك لا بد أن تبحث عن قلبك، كما أن الأرض لا يصلح أن يعبد فيها غير الله، ولا كان أرض فاسد. كذلك قلبك لا بد أن يكون لله، فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. فلواحد لله إخلاص، كن واحدا في النية والإرادة والقصد، في واحد طريق واحد يوصل إلى الله فقط، أعني طريق الحق والإيمان. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. فتبحث عن هذه أعمال القلوب. وقلب إما قلب ميت أو قلب حي. فهذا القلب له أعمال، منها ما تقدم معنا المحبة، محبة مع الله شرك أكبر، محبة مع الله شرك أكبر، محبة في الله أو لله واجبة من أوثق علوم الإيمان. للعمل والعامل والأزمنة والأمكن، محبة العمل والعامل والأزمنة والأمكن. وعندنا قسم ثالث من المحبة، محبة طبيعية، ولد والد وزوجة مثلا. من أعمال القلوب الخوف، تقدم معنا خوف عبادة وتعظيم وسر صرفه لغير الله شرك أكبر. فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين. خوف طبيعي كالخوف
من النار من اللصوص من قطاع الطريق. الثالث خوف محرم كالقنوط من رحمة الله أو طاعة المخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. خوف عبادة وتعظيم السر صرف الغير الله شرك أكبر. خوف طبيعي جميلي من اللصوص من قطاع الطريق من النار. خوف محرم كالقنوط من رحمة الله وطاعة المخلوق في معصية الخالق. أخذنا ما يتعلق بالتوكل، صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة للممنوع. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. شرط الإيمان إخلاص التوكل على الله سبحانه وتعالى. يعني ما يعتمد إلا على الله. اعتماد افتقار. واعتماد مطلق وتفويض جميع امور اليه واعتقاد ان بيده جلب المنافع دفع المضار صرف غير الله شرك اكبر. كذلك الرياء ما هو حكم الرياء؟ من يعرف حكم الرياء؟ يعني يعمل العمل حتى يراه الناس أو يعمل العمل حتى يسمع به الناس. الأصل في الرياء أنه شرك أصغر، وقد يصل الرياء للشرك الأكبر. سمي الرياء بهذا الاسم على التغليب على الغالب، يعمل العمل حتى يراه الناس أو يعمل العمل حتى يسمع به الناس. مثال رجع من الحج ولقي رجل فنادى قال يا حسن، فهذا ما يلتفت يا حسن يا حسن، بعدها التفت قال تنادي من؟ قال ماذا حسن؟ تغير اسمك بعد الحج؟ أنت حسن؟ قال لا أنا حسن. أدفع 20,000 وأذهب إلى الحج وأرجع وأصنع زردة وليمة وأغير اللافتة التي على البيت وأكتب الحاج حسن، وبعد هذا تناديني حسن؟ حج النبي صلى الله عليه وسلم، حج الصحابة رضي الله عليهم، في واحد منهم قال أنا الحاج كذا؟ في حتى ممكن أن نكتب البعض الحاج خمسة حسن، يعني 5 مرات. عجيب. الرياء من أخلاق من؟ أهل النفاق، يراعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ما هو علاج الرياء؟ علاج الرياء كيف؟ الأول بدراسة التوحيد، لأنه بدراسة التوحيد تعظم الله سبحانه وتعالى، إذا عظمت الله لا تبالي بأحد في دين الله، صحيح أم لا؟ مدحوا أو قدحوا له سواء، صح؟ أي نعم. الثاني من علاج الرياء إخفاء العبادة، يخفي العبادة قدر المستطاع، فتح الله عليك. الثالث
لأن الشيطان شيطان إما أن يوقعك في باب الرياء أو يوقعك في باب الخوف من الناس وتترك الأعمال كلها. يقول لي هذا لا تصلي، لماذا؟ حتى لا ترى، لا تطلق اللح حتى ما ترى، لا تطلب العلم حتى، إذن يترك العبادات كلها. فبدل أبدل وبدل الوقوع في الرياء أبدل الوقوع في الخوف من الناس. شد إذا ما يترك العمل. نعم، يعمل ولا يبالي بأحد في دين الله، صحيح. غير غير هذا الدعاء، فتح الله عليك، يدعو الله سبحانه وتعالى: فنسأل المنان أن يجيرنا من الرياء مضاعفا أجورا. صح؟ نعم. الدعاء غير الدعاء، فتح الله عليك. نعم، زيارة القبور. يقول زيارة القبور تكون علاج لمن أصيب بالرياء. كيف؟ نعم، إذا زار القبور تذكر الآخرة، وهو لماذا يراه؟ لأنه يريد الدنيا. صح؟ أي نعم، الله يكرمك. ثم جاء المؤلف رحمه الله تعالى في باب أخطر من باب الرياء، باب خطير جدا، وهو إرادة المرء بعمله الدنيا. إرادة المرء بعمل الدنيا، ما معنى هذا؟ أن يريد الدنيا بعمل الآخرة. أن يريد الدنيا بعمل الآخرة. كيف؟ مثال: أيام الاختبارات يحافظ على الصلوات ولا يأتي بمحرم ويستغفر ويتصدى حتى تخرج النتيجة. خرجت النتيجة ناجح، ترك الصلاة وترك، صحيح، خطب سعاد وانتظر الرد، يصلي تصدق. هذا أقول امشي معنا الليلة على أعوذ بالله، أنا تبت إلى الله، حتى يكتب العقد. ثم صحيح، كيف نعرف أن يريد الدنيا ويريد الآخرة؟ كيف يعرف؟ ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لنا ضابط في هذا. كيف نعرف أن يريد الدنيا ويريد الآخرة؟ ما هو الضابط؟ إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخي. كيف نعرف أن يريد الدنيا ويريد الآخرة؟ إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخي. يعني مثال الآن، هذا الأخ يصلي إمام بالناس ويعطوه مكافأة حتى يستعين بها، لأنه يتفرغ ويأتي في كل وقت ويؤذن وينشغل عن طلب الرزق. يصح يصح، لا أشكال، لكن قد يريد الآخرة وقد يريد الدنيا. بمعنى بالألم، كيف نعرف ان هذا يريد الدنيا ويريد الاخره؟ نقطع عنه المكافاه.
ونقول هذا الشهر ليس لك شيء من المكافأة. قال ما في شيء، أنا أعذب وأسأل الله يغنيني من فضله. فهذا على هم الآخر. الثاني أخي أذن، قال والله ولا كلمة. صح. وهؤلاء بخلاء جمعية المسجد هذه، والله أنا من سنين أعلم ما هم، أعوذ بالله. صحيح. حال هذا النفاق، هذا هو يا أخي. أريد منك أن تصحح لي قراءة الفاتحة. قال كم تدفع؟ قال ما أدفع لك شيء. قال إذن ابحث عن غيره. صحيح موجود. هذا الباب أخطر من باب الرياء، لأنه في باب الرياء قد يصلي صلاة يرائي به، لكن هذا عندما يكون إمام ولا يصلي إلا من أجل المال، كل صلاة يصليها ففيها شرك. صحيح. إذن هذا الباب خطير جدا، أن يريد الدنيا بعمل الآخر. طيب الله أعلم، نكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله تعالى بعد العصر يعني إن شاء الله نختم كتاب التوحيد، ثم نبدأ في متن العقيدة الوسطية. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Thank you.